السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نرحب بجميع الأخوة المشتركين معنا في هذه المحاضرة التي هي بعنوان محكمة الجنايات الدولية، آلياتها، قواعد المحكمة وأحكامها. كما نرحب بالأستاذ والمحامي عبد الناصر حوشان، ناشط حقوقي وموثق مستقل لجرائم عصابات الأسد والميليشيات المساندة له. فلتتفضل أستاذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكركم الأكاديمية والدولية وشبكة الرواد ومصر العالمين لحقوق الإنسان على هذه الاستضافة، وأشكر أيضا الأخوة المتابعين والزملاء الذين حضروا معنا في هذه المحاضرة. طبعا اليوم حديث هو حديث الساعة، حديث المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا حديث اليوم محكمة العدل الدولية، والفضل يعود إلى عملية طوفان الأقصى الذي حرك هذه المرافق القضائية، سواء كانت محكمة العدل الدولية وسواء كانت محكمة الجنائية الدولية. وتفعيلها طبعا كان بأول مرة بملاحقة ومحاسبة إسرائيل ومجرمي الحرب في إسرائيل. إن شاء الله رب العالمين ستكون بداية لملاحقة كل حلفاء إسرائيل الذين تورطوا في دعمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين. ستكون إن شاء الله بوابة أيضا لمحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب النظام السوري وأعوانه وحلفائه من الروس والإيرانيين والميليشيات الطائفية وكل المجرمين الذين استخدمهم في الحرب ضد الشعب السوري. فهناك يجب تفريق أولا، يعني بما أن اليوم الحديث يتداخل حول المحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، يجب التفريق فيما بينهما. طبعا المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة أنشئت في العام 1999 وبموجب نظام روما الأساسي، تم يعني بعد اجتماع فقهاء القانون، وكانت هناك حاجة دولية لوجود محكمة جنائية دولية يعني تلاحق أو تحاسب مجرمي الحرب ولمنع الإفلات من القاع. فكانت فكرة المحكمة الجنائية الدولية طبعا جاءت بعد المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بمجرمي الحرب في يوغوسلافيا ورواندا، وأيضا كان هناك في محاكم جنائية مختلطة دولية مختلطة، كمحكمة المحاكمة التي كانت بصدد أو تنظر بدعوى اغتيال الرئيس الحريري، وأيضا هناك محاكم أخرى أيضا كانت لها الطبيعة الخاصة، سأشرحها بعد قليل التفريق فيما بينهم. محكمة الجنائية الدولية هي محكمة ذات طابع جنائي، أي أنها تفرض عقوبات جنائية، طبعا الحبس والغرامي والمصادرة وغيرها من العقوبات التي تمس حريات وأموال المتهمين أو المحكوم عليهم الجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة. أما محكمة العدل الدولية فهي محكمة ذات طابع مدني، وهي يعني أشبه أو هي نسخة يعني عن المحاكم المدنية المعروفة في جميع البلدان التي تنظر فقط للجانب المدني، أي لا تفرض عقوبات جنائية على الأشخاص. أضف لذلك أن محكمة العدل الدولية تحاكم دول حكومات، لا تحاكم أما محكمة الجنايات الدولية، المحكمة الجنائية الدولية تحاكم أفراد فقط، لا تحاكم دول. طبعا وفق قواعد الموجودة في نظام روما الأساسي. محكمة العدل الدولية قراراتها ملزمة للأطراف، أطراف الدعوة أو أطراف النزاع، وهي غير قابلة للاستئناف والإبطال. أما
قرارات المحكمة الجنائية الدولية هي أيضا ملزمة وقابلة للاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية التي تتبع أيضا المحكمة الجنائية الدولية. طبعا لأن هناك عدة مراحل للدعوة في المحكمة الجنائية الدولية. هذا من حيث مبدأ التفريق بينه وبين محكمة العدل الدولي. أيضا يقتضي الأمر توضيح أو التفريق ما بين المحكمة الجنائية الدولية المعروف اليوم التي نعرفها في هاي وبين الأنماط الأخرى من المحاكم الجنائية الدولية. هناك محاكم جنائية دولية خاصة كما ذكرنا مثل محكمة يوغوسلافيا ورواندا، وهذه تنشأ بموجب قرار من مجلس الأمن. هناك محاكم جنائية أيضا خاصة ولكنها مختلطة، يعني يكون قضاتها يعني من القضاة الوطنية من القضاة الوطنيين وأيضا من قضاة دوليين، وتكون هذه المحاكم بطلب من حكومات غير قادرة على تحقيق في دعوى ما، يمكن لهذه الحكومة طلب من المساعدة من الأمم المتحدة بفتح تحقيقات أو محاكمة أو فتح محاكم بخصوص قضايا معينة. غير قادرة هذه الحكومات على تحمل تكاليفها أو غير قادرة على يعني متابعة التحقيقات أو بسبب تداخل بعض الأمور قد يكون على مستوى الإقليمي أو مستوى الدولي. فتكون المحاكم المختلطة هي بطلب من الحكومات. أما النوع الآخر هو المحاكم الخاصة التي تكون الدولية الخاصة تكون للمناطق أو الأقاليم التي تقع تحت المصاري الدولي. هذا بالنسبة يعني كمقدمة التفريق ما بين أنواع المحاكم الجنائية الدولية سواء الخاصة أو المختلطة أو الخاصة الأخرى اللي تحت المصاري، وما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولي. طبعا محكمة العدل الدولي أو عفوا المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة، وهذا ما نصت عليه نصوص ميثاق روما الأساسي. طبعا ميثاق روما الأساسي هو النظام أو المعاهدة التي تنظم أحكام المحكمة، وأيضا فيها كل ما يتعلق بهذه المحكمة سواء من يعني النصوص التي تتعلق سواء كان باختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوة أو علاقة المحكمة بالأمم المتحدة أو علاقة أيضا بموضوع طرق الإحالة إلى طرق إحالة الدعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا المبادئ الأساسية التي تقوم عليها هذه المحكمة، وأيضا يعني كيفية أو قواعد الإجراءات سواء كان أمام المدعي العام أو الدائرة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. أولا هناك يجب علينا أولا معرفة ما هي اختصاص هذه المحكمة. طبعا القواعد الاختصاص دائما هي من القواعد الأساسية في بناء المحاكم، سواء كانت المحاكم الوطنية سواء كانت المحاكم الإقليمية أو محاكم الجنائية الدولية أو المحاكم الدولية بشكل عام. قواعد الاختصاص ضرورة أن تكون واضحة، وأيضا يعني لا يمكن لأي محكمة أن تقوم بعمل دون التقيد بقواعد الاختصاص. بالأصل هناك قاعدة أساسية للمحكمة الجنائية الدولية بأنها قضاء أو محكمة تكميلية للقضاء الوطني، أي أن اختصاص المحكمة هو اختصاص استثنائي طبعا مرهون بشروط، يعني صلاحية المحكمة بالنظر بالدعاوى مرهون بشروط محددة سنأتي إلى ذكرها بعد ذلك. تختص محكمة المحكمة الجنائية الدولية من حيث الزمان، يعني من حيث زمن ارتكاب الجرائم. تختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي وقعت أو تقع بعد نفاذ ميثاق روما الأساسي للمحكمة، أي بعد 1 بن حزيران من عام 2001. كل جريمة تقع بعد هذا التاريخ تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أما الجرائم التي وقعت قبل هذا التاريخ
ليس للمحكم صلاحية بالنظر إليها مهما كانت نوع الجرائم. الاختصاص المكاني، طبعا المحكمة الاختصاص، الاختصاص المكاني هو يعني المكان وقوع الجريمة. في حال أي يعني وقوع الجريمة بأي دولة، هل للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص بالنظر بكل الجرائم التي تقع في كل الدول، أم لها حيز جغرافي يعني للنظر في هذه الدول؟ طبعا المحكمة الجنائية الدولية تختص فقط بالجرائم الواقعة على أراضي الدول الأطراف الموقعة على ميثاق روما الأساسي، وبالتالي لا يطال قصاص المحكمة، لا يطال الجرائم الواقعة على أراضي دولة غير موقعة على أو طرف في ميثاق روما الأساسي. هذا من حيث الاختصاص المكاني. الاختصاص النوعي، طبعا الاختصاص النوعي هو بمعنى آخر ما هي الجرائم التي تنظر بها أو تنظر بها المحكمة الجنائية الدولية. حددت أو حدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجرائم التالية، وهي التي تنظر بها محكمة الجنائية الدولية. محكمة أول تنظر في جريمة الإبادة الجماعية، وأيضا جريمة العدوان، وأيضا جريمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. طبعا اليوم شفنا أنه الإبادة الجماعية ظهر هذا المصطلح بكثرة على وسائل الإعلام، وأيضا على مستوى المنظمات الحقوقية في العالم، بعدما شهد العالم جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق إخوتنا الفلسطينيين وشقائنا في فلسطين. اليوم شفنا أنه في دعوة أقيمت أمام أو نزاع أقيم أمام المحكمة العدل الدولي من دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان بتهمة الإخلال بميثاق أو يعني معاهدة منع الإبادة الجماعية وبحق الفلسطينيين. وأيضا هناك أيضا دعوة جنائية قدمت إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو. وطبعا في المحكمة العدل الدولية كانت التهمة أو كانت الدعوة مرفوعة على الحكومة الإسرائيلية كحكومة دولية للعرف القانوني، التي نعترف لها بهذا الكيان. نحن كعرب كمسلمين نعترف لهذا الكيان بكيان دولي، يعني على حساب القضية الفلسطينية ولا على حساب الدولة الفلسطينية. لكن رفعت الدعوة على أنه عضو في الأمم المتحدة، وأيضا رفعت الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية بجريمة الإبادة الجماعية. وأيضا كما رأينا فتح التحقيق من قبل المدعي العام، والذي قام بحالة طلب توقيف نتنياهو ووزير دفاعه بجريمة الإبادة الجماعية وبجرائم الحرب وبجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها في غزة. هذه الجرائم طبعا ذكرنا يعني، وخاصه يعني خصصنا موضوع الإبادة الجماعية كونه اليوم كما ذكرت هو اهم اختصاص لهذه المحكمه. المحاكم يعني الإبادة الجماعية هي قتل الافراد او مجموعه من الناس على اساس عرقي او ديني او لون او انتماء سياسي، عن طريق القتل العمد بشخص او اكثر، أو إيذاء شخص أو أكثر، أو فرض تدابير معيشية سيئة تؤدي حتما إلى هلاك الجماعة أو المجموعة التي تستهدف، وأيضا فرض تدابير يعني تحد من النسل أو الإنجاب أو تؤدي إلى طبعا عدم إنجاب، كما رأينا في آلاف الحالات التي في فلسطين التي من خلال حرمان الأخوات الشقيقات الفلسطينيات من العلاج أو التأمين، مثلا الحواضن للأطفال الخداج، أو حتى يعني إجراءات الولادة التي غالبا ما تكون خارج يعني البيئة الطبية اللازمة، أدى إلى استئصال أرحام أخواتنا وشقيقاتنا، وأيضا إلى إجهاض، وأيضا إلى تعقيم يعني عقم كثير من أخواتنا في فلسطين.
هذه مظاهر الإبادة الجماعية. العدوان، أين العدوان؟ هو أي عدوان مسلح أو اعتداء مسلح ضد دولي، من دولة ما ضد دولة ما، أو حتى احتلال إقليم، يعني إقليم أو احتلال إقليم، أو حتى يعني مساعدة أي حركات مثلا انفصالية من قبل دولة ثالثة يعتبر من أعمال العدوان. طبعا أعمال العدوان حدد القرار 33 14 في سنة 1974، حددت يعني أعمال العدوان، والتي تنطبق أيضا أصلا يعني اليوم. العدوان الإسرائيلي اليوم على غزة ينطبق عليه، بالإضافة إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، أيضا ينطبق عليه جريمة عدوان، كونه يقوم على احتلال أو يقوم بقصد احتلال أو إعادة احتلال قطاع غزة الذي خرج عن سيطرة الاحتلال المباشر في عام 2005 نتيجة الخطة لوحدة الجانب التي قامت بها أو قام بها الكيان الإسرائيلي. جرائم ضد الإنسانية هي طبعا القتل العمد، الإيذاء المقصود، الاغتصاب، التهجير القسري، الإبعاد القسري، استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، الاغتصاب، الاضطهاد، كل هذه تعتبر جرائم ضد الإنسانية. نفس هذه الجرائم إذا ارتكبت في حالة السلم تعتبر جرائم ضد الإنسانية، ولكن إذا ارتكبت خلال نزاع مسلح تنقلب إلى جرائم حرب، بالإضافة إلى الجرائم الخاصة المخالفة للقانون الدولي الإنساني اللي هو العرفي، الذي ينظم أحكام الحروب، وهو المعروف بمعاهدات جنيف الأربعة والملحق والبروتوكولات الملحقة بها، وأيضا مخالفة القانون الدولي الإنساني العرفي تعتبر أيضا جرائم حرب. هذا بالنسبة لموضوع الاختصاص الموضوعي أو النوعي للجرائم التي يقوم أو صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بنظر فيها. طبعا هذه الجرائم وهذه قواعد الاختصاص، طبعا مقبولية الدعوة وهو الشروط التي يجب توفرها في إقامة الدعوة. كما ذكرت أن الاختصاص المحكمة الجنائية الدولية واختصاص تكميلي للقضاء الوطني. بمعنى آخر، إذا توافرت لدى القضاء الوطني الإمكانيات لفتح التحقيق بالجرائم التي يطلب إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وترغب الدولة أو القضاء الوطني أو الحكومة أو الدولة بفتح التحقيقات وإمكانيتها على فتح التحقيقات، في هذه الحالة إذا توفرت هذه المعايير لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية النظر بالدعوة. لكن في حال الإخلال بهذه المعايير، يعني بمعنى آخر إذا ارتكبت جرائم ضد إنسانية أو جرائم حرب أو الإبادة الجماعية في أراضي دولي طرف في المحكمة الجنائية بميثاق روما الأساسي، ولم تبادر السلطة أو الحكومة على ملاحقة مجرمين الحرب أو مقاضاتهم، أو رغبة أو عدم رغبة هذه المحكمة في أو رغم عدم رغبة هذه السلطة في المحاكمة أو المقاضاة، وأيضا عدم إمكانية المحكمة أو السلطة على ذلك، بمعنى قد يكون هناك انهيار للنظام القضائي، قد يكون هناك فساد مستشري مثلا في السلطات التشريعية أو السلطات القضائية. كل هذه الأسباب إذا توافرت بهذه الحالة ينتقل الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا يعول على موضوع الاختصاص مقبولية الدعوة كما ذكرنا، باعتبار أن القضاء الوطني هو صاحب الاختصاص الأصلي. هذا من ناحية مقبولية الدعوة. فإذا توفرت هذه الشروط وهذه الأركان الدعاوى التي ذكرناها، يتم إحالة الدعاوى عن طريق الطرق التالية. طبعا طرق الإحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية حددتها، طبعا حددها نظام روما الأساسي. أولا يمكن إحالة القضايا أو الدعاوى بجرائم الحرب أو الجرائم التي تدخل باختصاص المحكمة المذكورة ذكرناها سابقا، يمكن إحالتها
من قبل مجلس الأمن، وبالتالي يجبر المدعي العام على فتح التحقيق بالجرائم أو المحال إليه بمجلس الأمن. الطريق الثاني هو عن طريق دولة عضو في ميثاق روما الأساسي، أي من الدول التي وقعت على ميثاق روما الأساسي للبناء الدولي، أيضا يمكنها إحالة ملف القضايا التي ذكرناها أو الدعاوى التي ذكرناها بالجرائم التي ذكرناها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويجبر أيضا ويلزم المدعي العام بفتح التحقيقات بخصوص هذه الدعوة. الإحالة أو الطريق الثالث هو إحالة من دولة غير طرف في ميثاق روما، لكن يشترط بهذه الحالة أن تكون هذه الدولة قد تضررت من الجرائم التي ارتكبت، جرائم الحرب أو المبادئ أو الجرائم من العدوان أو الجرائم ضد الإنسانية. يشترط للدولة الطرف غير طرف أن تكون تضررت من هذه الجرائم. في هذه الحالة يمكن لهذه الدولة أيضا طلب التحقيق بهذه الجرائم وتقديم الطلب إلى المدعي العام الذي يقوم أيضا بدراسة الطلب وإمكانية فتح التحقيق. الإحالة الخامسة أو الرابعة هي عن طريق المدعي العام، ويكون هذا يعني بتلقاء نفسه. طبعا في حال يعني كل هذا يعني ينطبق على الدول التي وقعت، طبعا على اختصاص الدول التي وقعت على ميثاق روما الأساسي، كان المدعي العام تلقى نفسه إذا وصلته معلومات من منظمات، من أفراد، من جماعات، من منظمات حقوقية، منظمات دولية، بمعلومات تفيد بارتكاب أي من الجرائم التي ذكرناها في إقليم دولي معين، يمكن للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية المبادرة بفتح التحقيق بهذه الجرائم من تلقاء نفسه دون انتظار لحاله لا من مجلس الأمن ولا من دولة عضو الميثاق أو من المحكمة أو من الدولة الثالثة غير الطرف والتي تضررت. هذه طبعا هذا بالنسبة لموضوع الإحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية. المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحكمة، طبعا المحكمة دائما الأنظمة القضائية أو العدالة الدولية بشكل عام، سواء كانت المحاكم الدولية الجنائية الدولية أو المحاكم الأخرى أو حتى المحاكم الوطنية، تلتزم بمجموعة من المبادئ القانونية العامة، وهي أولا لا جريمة إلا بنص، بمعنى آخر أن المحكمة لا تعاقب على جريمة إذا لم تكن على فعل، إذا لم يكن أو شكل هذا الفعل جريمة بموجب نص قانوني، سواء كان باتفاقية دولية، سواء كان بمعاهدات دولية، سواء كان بقانون، يعني إذا كان جريمة جسيمة بموجب يعني قانون الدولي العرفي أو غيره من الاتفاقيات أو المعاهدات أو أي قانون آخر. أيضا بنفس الوقت لا يجوز القاعدة الثانية أو المبدأ الثاني، لا عقوبة إلا بنص. قلنا بداية لا جريمة إلا بنص، وأيضا لا عقوبة إلا بنص، بمعنى آخر أنه لا يمكن فرض عقوبة إذا لم يكن منصوص عليها باتفاقية دولية أو بميثاق أو لائحة تنظيمية للمحكمة أو غيره، لا يمكن فرض أي عقوبة إلا إذا كان هناك نص يفرض. أيضا هناك، وهذا بند مهم جدا قد يعني يجيب عن كثير من التساؤلات لبعض القضايا التي ارتكبت ما قبل إنشاء هذه المحكمة، وهو أن المحكمة، الله أكبر، أن المحكمة لا تنظر أو بالجرائم أو عدم الأثر القانوني للجرائم على الأشخاص، طبعا لا تلاحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل نفاذ ميثاق روما الأساسي كما ذكرنا بالأول من تموز من عام 2001. وأيضا هناك أمر آخر، وهو أن بعض الدول التي لم تكن موقعة على
اتفاقية روما ب 2001 أو لم ما قبل يعني 92 و 99 و 2001، ووقعت على اتفاقية روما فيما بعد نفاذ الميثاق، أي بعد 2001، لا يشري اختصاص المحكمة إلا بعد نفاذ على الأشخاص، إلا أشخاص في هذه الدولة، والجرائم المرتكبة في هذه الدولة إلا بعد تاريخ نفاذ هذا الميثاق على الدولة بعد التوقيع. طبعا هناك لجنة قانونية بعد التوقيع، يعني حددتها بعض النصوص الموجودة في ميثاق روما. بعد نفاذه بحق هذه الدولة، يحق للمحكمة أو يعود للمحكمة اختصاص النظر بهذه الدول، أما بهذه الجرائم. أما إذا كان الجرائم قبل النفاذ، ليس للمحكمة صلاحية النظر. المبدأ الآخر هو المسؤولية الفردية. كما ذكر أن المحكمة لا تحاكم دول على غرار محكمة العدل، ولا تحاكم حكومات، لكن تحاكم الأفراد. الأفراد هم مثلا، طبعا المسؤولية الفردية يعني مسؤولية كل فرد عن الجريمة، سواء كان فاعل أصلا، سواء كانت أو كان محرض، سواء كان في أحد أو يعني ينطبق عليه أحد أوصاف الأعمال الاشتراك الجرمي، مثلا مساهمة في تأمين يعني تأمين أو تدخل بالجريمة عن طريق تشديد عزيمة الفاعل، أو عن طريق تسهيل ارتكاب الجريمة، أو تسهيل فرار المجرمين، أو أي صورة من صور التدخل أو الاشتراك الجرمي الأخرى، وأيضا تعاقب على الشروع بهذه الجرائم. والتآمر أيضا، هناك يعني نص صريح بموضوع التآمر على ارتكاب هذه الجرائم، أيضا يعتبر يعني من أحد الجرائم التي أو صور الاشتراك الجرمي في هذه الذي يدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. المبدأ الآخر هو أن المحكمة لا تحاكم الأفراد الذين أعمارهم دون 18 عاما، أي أنها لا تحاكم الأحداث بالمصطلح العام، يعني الأحداث لأنهم الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانوني الذي حددته المحكمة 18 سنة. أيضا وهناك مبدأ مهم جدا هو عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، هذا يعني تفترق فيه عن باقي المحاكم الوطنية الأجنبية اللي تأخذ بالصلاحية الدولية أو الشاملة، بأن المحكمة الجنائية الدولية هي المرجع الوحيد، القضاء الوحيد الدولي الذي يسقط الخصامات عن رؤساء الجمهوريات ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات. أي شخص سواء كان رئيس جمهوري أو رئيس حكومي مسؤول مسؤولية مباشرة أو مشترك اشتراك أو متواطئ أو متآمر أو أي صورة من صور الاشتراك الجرمي في جرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، يحق لهذه المحكمة محاكمته حتى لو كان على رأس عمل، سواء كان رئيس دولي أو رئيس حكومي. هذا مبدأ اسمه مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية. أصلا أيضا هناك مبدأ مسؤولية القاضي والرؤساء، وهذا ينطبق على العسكريين. التسلسل الهرمي بالقيادات العسكرية يبدأ طبعا الجندي، بعدين مرؤوس رئيس، هيك حتى يصل لأعلى سلم قيادي في الجيوش أو القوات المسلحة. كل قائد مسؤول أو كل رئيس فصيل أو رئيس أو قائد مجموعة أو قائد فيلق أو قائد عسكري مسؤول عن من يقوده أو يرأسه في حال ارتكب هذا الشخص أو هذا المرؤوس أو هؤلاء المرؤوسين أي من الجرائم أو الأفعال التي تعتبر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. طبعا ضمن شروط محددة، سواء كان بعلمه أو كان يفترض أن يكون عالم يعني تدخل في اختصاص هذه المحكمة. وهناك أيضا مبدأ مهم جدا، وهو أن هذه الجرائم التي ذكرناها غير قابلة للسقوط والتقاعد مهما مضت، وهذا المبدأ يخالف المبدأ الأساسي الموجود في
القوانين الوطنية التي يعني غالبا ما تكون مش أول كل الدول العالم التقادم على القضايا الجنائية العادية أو الجنائية العادية بالقانون الوطني تمتد يعني فترة التقادم بحسب النوع الجريمة سواء كانت جنحة أو جناية ما بين 7 سنوات إلى 25 سنة. أما الجرائم التي ذكرت طبعا إبادة عدوان جرائم حرب ضد الإنسانية كل هذه الجرائم تصل التقاضي يعني يمكن في أي وقت من الأوقات محاكمة وملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا أي من هذه الجرائم. هذا على مستوى الاختصاص والمبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية. طبعا مراحل الدعوة هي تقريبا نفس المراحل الدعوة التي طبعا الدعوة الجنائية التي من المعروف كيف تسير المحاكم المقامية. بداية تبدأ كما ذكرنا من تلقي المدعي العام طبعا هيئة أو تركيبة هيكلية المحكمة تبدأ أولا المدعي العام الدائرة التنفيذية الدائرة الابتدائية الدائرة الاستئنافية هاي تشكيلة المحكمة. المدعي العام هو الحلقة الأولى في هذه المحكمة حيث يتلقى إحالات الدعاوى طبعا والملفات إما من مجلس الأمن أو من الدولة الطرف أو الدولة غير الطرف المتضررة أو قيامه بنفسه من تلقاء نفسه بهذه التحقيقات. يقوم بفتح التحقيق وجمع الأدلة وأيضا كل ما يتطلب للوصول إلى قناعة أولا بأن الدعوة طبعا بحث في مقبولية الدعوة من حيث اختصاص النوعي واختصاص المكاني وذكرنا إذا كان له صلاحية مكانية بطرد النظر لهذه الجرائم سواء كان في الدولة عضو أو لا أو نفس أو الجريمة إذا كانت تبلغ من الجسامي التي تدخل في اختصاص المحكمة. وأيضا نظر بأسباب مقبولية الدعوة في حال مثلا بحث في هل هناك قضايا منظورة أمام القضاء الوطني بنفس القضايا التي أو القضاء عليه أو أحيلت إليه أم لا ينظر أيضا باختصاص والمقبولية وبتوافر الشروط الأساسية للبدء بالتحقيق. عندما يستكمل المدعي العام التحقيقات ويصل إلى قناعة بأن هناك أسباب جدية وتتوفر في الأركان الأساسية من بدء التحقيق يقوم بإحالة الملف مشفوعا برأيه وقناعته إلى الدائرة التمهيدية سواء كانت القناعة بطلب فتح التحقيق واستكماله سواء كان بإصدار مذكرات توقيف لأشخاص ملاحقين أو متهمين وبأي إجراء يتطلب يعني فرض تدبير ما يتم إحالته إلى الدائرة التمهيدية لتقوم هي أيضا بالاطلاع على التحقيقات وأيضا تصدر قرارات إما بإجابة طلب المدعي العام أو في رفضه أو الطلب من المدعي العام زيادة تقديم الأدلة لتعزيز قناعة الدائرة التمهيدية في استجابة لطلبه الذي يطلبه سواء كان بفتح التحقيق أو التوسع فيه أو توقيف أو أي إجراء آخر كما ذكرت إذا أعيدت التحقيقات. وكذلك الأمر يمكن للدائرة التمهيدية أن تطلب إغلاق التحقيقات إما لعدم اختصاص المحكمة وإما لأسباب عدم المقبولين وإما لعدم قناعته بوجود الأدلة الكافية في استمرار التحقيق. اما ادارات المحكمه او يعني تقوم دائره التمهيد اشبه ب دائره الاتهام والاحاله بالقضايا الجنائيه المعروفه عنها بالقضاء الوطني للقاضي الحالي او دائره الاتهام او دائره الاتهام. هذه الدائره الاتهاميه هي التي تقدم كل الادله والملف كامل ابتدائيا من خلال سواء باستكمال الوقائع
الأدلة، القرائن، كل ما يتعلق بموضوع إثبات الجريمة تقوم بإعداد الملف وإحالته إلى الدائرة الابتدائية. الدائرة الابتدائية هي أشبه بالمحكمة في الجنايات العادية اللي نشوفها مثلا المحاكم الجنائية العادية، فتقوم بمحاكمات جزائية. أيضا هذه المحكمة ما إن يعني تتلقى المحكمة إلى عفوا الملف، ملف التحقيقات، تقوم بإحضار المتهم، وتقوم أيضا في عدة قواعد المحكمة، وهي أن للمتهم الحق بتوكيل محامي، وأن تكون أيضا المحكمة وجاهية، وأن تكون أيضا علنية، وأن أيضا هناك قواعد حماية الشهود، حماية الأدلة، حفظ الأدلة، كل ما يتعلق بسلامة الإجراءات وبسلامة ضمان حقوق المتهم وحقوق أيضا الضحايا، تقوم المحكمة بواجب حمايتها وتوفيرها، سواء كان للمتهم وسواء كان للطرف المدعي أو يعني طبعا المحكمة لها الحق النظر بالتعويض، وايضا ايضا بالجانب الجزائي الجنائي. في حال وصلت المحكمه الى قناعه بان المتهم مذنب، تصدر حكمها بحقه، وايضا يكون حكم علنيا، يتضمن طبعا تفاصيل يعني مثلا الوقائع، تسرد الوقائع والأدلة والمناقشة والتطبيق القانوني واسم المتهم بالتفصيل، وكل ما يتعلق بموضوع الموضوع الشكلي أو جوانب شكلي للقرار. عندها يصدر القرار من المحكمة الابتدائية بمواجهة المتهم الذي يحق له أيضا الاستئناف، استئناف هذا القرار أمام الدعوة الاستئنافية. طبعا اسباب الاستئناف معروفه، الخطا بالقانون، الخطا بالتطبيق بالمقبوليه مثلا بمقبوليه الدعوه او الدفع بمقبوليه الدعوه، او الدفع ايضا بعدم مثلا او الطعن ب الاسباب الشكليه مثلا بالاسباب الشكليه او الدفوع الشكلي للمحكمه القرار، او عدم اتباع المحكمه للدفوع الشكلي. كل هذه من اسباب الطعن. في حال رأت محكمة الاستئناف أن أسباب الطعن أو الاستئناف تطال القرار، تعيد القرار إلى المحكمة وتعيد الملف إلى المحكمة لمحاكمة من جديد، وإذا رأت أن أسباب الاستئناف لا تطال القرار تقوم بالتصديق عليه، ويصدر عندها أو يتحول القرار إلى قرار مبرم ويحال إلى التنفيذ. أيضا يعني هناك جانب مهم، ما هي العقوبات التي تحكم فيها المحكمة الجنائية؟ المحكمة الجنائية الدولية لا تطبق حكم عقوبة الأداء. العقوبات دائما هي السجن، مصادرة الأموال أو الممتلكات أو حجز الأشياء الجرمية أو غيرها. الأحكام بالسجن منها طبعا حسب جسامة الجريمة، هناك فئة من الجرائم عقوبة السجن تحدد أقصى 10 سنوات، وهناك جرائم جسيمة خطيرة يبلغ يعني حكم فيها بالسجن مؤقت. هذا من ناحية المحكمة وإجراءاتها من بداية الدعوة حتى الحكم والتنفيذ. طبعا التنفيذ يكون بعد إصدار الحكم. طبعا هناك في مذكرات توقيف ومذكرات أحكام. في حال كان مذكرات توقيف وجاهي أيضا، يعني إذا كان الشخص موجود في محكمة يتم تنفيذ مباشرة، وإذا كان خارج يعني إذا كان طليقا وإذا كان في دولة ثانية، يعني تعمم مذكرة التوقيف أو مذكرة الحكم. وهناك نص في ميثاق روما الأساسي هو يتعلق بموضوع التعاون الدولي في تطبيق أحكام ميثاق روما الأساسي، الذي يفرض على
الدول الأعضاء الموقعة على الميثاق القومي الأساسي بوجوب تنفيذ مذكرات التوقيف أو مذكرات الأحكام أو قرارات الأحكام أو حتى نقل المحكومين أو الموقوفين سواء كانوا في دول طرف أو غير طرف بالمحكمة الجنائية الدولية. هناك النصوص الخاصة بموضوع التعاون الدولي في تطبيق هذا الميثاق تفرض أو تنظم أحكام هذه الأمور سواء التوقيف أو سواء التنفيذ العقوبي أو نفاذ العقوبي أو نقل المحكوم من مكان لمكان، كلها ضمن النصوص الواردة في هذا الميثاق. هذا طبعا هناك يعني جانب آخر يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن أعتقد أنه ليس اليوم يعني مكانه. هناك لكل جريمة من هذه الجرائم في تفصيل خاص يسمى يعني ببند أو يعني تفصيل بميثاق روما في القواعد الإجرائية، أو حتى يسمى هو قواعد الإجرائية وأركان الجريمة. أركان الجرائم، كل جريمة من الجرائم هناك شرح لهذه الأركان، طبعا يجب توافرها كما هو محدد بهذه اللائحة. متى ما توفرت هذه الأركان يجب على المحكمة الحكم بموجب هذه الأركان وموجب هذه النصوص وبموجب الإجراءات القواعد الإجرائية التي ذكرناها أو التي قد أرسلناها على التوسع في موضوع الوقف قبل الدهم. هذا بالمجمل الحديث او كل ما يتعلق بالمحكمه الجنائيه الدوليه. بتضيف شغله، بما انه احنا اليوم في معرض الكلام عن القضيه الفلسطينيه وخاصه القضايا التي رفعت امام المحكمه الجنائيه الدوليه وايضا امام المحكمه العدليه. رفع الدعوه امام محكمه العدل الدوليه وقبول المحكمه نزاع على أساس أن هناك أدلة كافية لدى المحكمة شكلت لديها القناعة بأن ما تقوم به إسرائيل يشكل جريمة إرهاب. هذا الأمر مهم جدا، هذا الأمر مهم جدا. أولا بتعزيز قناعة المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم الجنائيه التي تم اسنادها للمتهمين كافراد، يعني كرئيس الحكومه الاسرائيليه ووزير الدفاع او غيره من الضباط والرؤساء العسكريين. طبعا المحكمه في قائمه سريه باسماء المتهمين الاخرين لم تصدرها، اصدرت فقط مذكرات توقيف بجاي، يعني الكلام عن مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومه ووزير الدفاع، لكن هناك اشخاص اخرين لم يتم الاعلان عنهم. قرار محكمة العدل الدولية هو أساس يمكن الاستناد عليه في تأصيل أو إسناد الجريمة الجنائية للأفراد. هناك تم ميدان طبعا ميدان أولي كونه محكمة العدل الدولية فرضت تدابير مؤقتة، منها عدم القيام بأي عمليات عسكرية تؤدي إلى قتل الجماعة أو إيذاء، أو فرض تدابير معيشية تؤدي إلى هلاك أو إلى يعني منع إنجاب، كلها مذكورة في متن القرارات الخاصة بالتدابير المؤقتة. هذا الكلام يعني أن المحكمة الدولية مقتنعة أن كل ما تقوم به إسرائيل هو فعلا مبدئيا يعزز قناعتها بان ما يجري في فلسطين او في غزه هو جريمه ابادة جماعية. هاي النقطه مهمه جدا، لانه قد يسال كثير من يسال ليش الملف السوري لا ينظر امام المحكمه الجنائيه، ولماذا مثلا المحكمه الجنائيه الدوليه قررت ملاحقه بوتين واحدى المسؤولات عن الأطفال الأوكرانيين ولم تلاحق بشار الأسد. القضية نحن بملف سوريا عندنا إشكاليتين قانونيات. أولا
سوريا كدولة غير موقعة اتفاقية أوسلو، وبالتالي يمكن يعني فتح تحقيق بطلب من السوريين. وإن كانت فعلا، إذا كانت هي فعلا موقعة، أحتاج إلى طلب من الحكومة السورية، هذا من حيث المنطقة. وأيضا هناك مشكلة الفيتو الروسي الذي يعطل أي إحالة لمجلس الأمن حالة ملف حقوق الإنسان أو ملف جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، بخاصة يعني مثلا الملف الخاص بسوريا. أيضا الفيتو، طبعا هذا بهذه الحالة لا يشترط أن يكون الدولة عضو، طبعا بحالة أمام مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يشترط بأن تكون الدولة طرف. وهذا ما يتم بهذا الباب أو هذا المدخل غالبا، لما لاحظت بشار الأسد ومنظمين الحرب في سوريا غالبا ما يتم تعطيله من قبل روسيا، لأنه يعني تجاوز موضوع عضوية سوريا بميثاقهم الأساسي، لأن الحالة بهذه الحالة تعتبر من قبيل الإجراءات القسرية التي تأتي تحت نص السابق. فهذا الخلاف أو هذه المعضلة القانونية اللي بيصير يعني منعت مثلا إحالة الملف السوري أو ملف جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية. ايضا نفس القضيه بالنسبه للقضيه الفلسطينيه. كلكم سمعتوا من يومين تسريبات او تقارير عن تعرض المدعي العام السابق، اعتقد من الاسلام، المدعي العام المعامل للمحكمه الجنائيه الدوليه السابقه. كانت السلطه الفلسطينيه قد تقدمت بدعاوى امام او طلبت تحقيق بجرائم الحرب وجرائم الإنسانية ضد الكيان الصهيوني بعام 2014، بعد قبول الأمم المتحدة فلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة. تقدمت فلسطين بطلب انضمام إلى ميثاق الأمم الأساسي، قدمت الوثائق الأساسية، وطبعا الوثائق الأساسية هي طلب من الحكومة، وأيضا طلب بقبول السلطة الفلسطينية بصلاحية المحكمة بالنظر بجرائم الواقع على الأرض الفلسطينية. هذه كان المدخل، هذا كان أول مدخل قانوني للسلطة الفلسطينية لملاحقة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية. لكن هناك للأسف الشديد الدعم التمهيدي اللي هي صاحبة يعني أو القوة الضاغطة، وهي الحلقة يعني المهمة جدا بموضوع تربط ما بين التحقيق وما بين المحاكم. فكان في تركيبة الهيئة أو الدائرة التمهيدية كان في قضاة رأوا أو تم الإيحاء لهم بأنه يرفضوا التحقيقات باعتبار أن فلسطين دولة عضو غير مخولة أي بطلب فتح التحقيق ضد إسرائيل. استمر هذا النقاش القانوني من 2015 حتى 2021. في 2021 تم قبول الدعوة التي رفعت في 2015 وفتحت التحقيق لقضايا جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين، والتي امتد التحقيق إلى حتى اليوم في التحقيق طبعا بالجرائم التي وقعت في الفترة الأخيرة قبل طوفان الأقصى. وإجت أيضا طلبات أخرى قدمت للمدعي العام حالي، ايضا انتقل الى غزه يعني وعمل التحقيقات الاوليه ورأى ان اسرائيل يعني مبدئيا رئيس الحكومه وايضا وزير الدفاع وبقيه القاده الذين تم ملاحقتهم مذنبين، وطلب بعد التحقيقات الاوليه طلب منهم عن مسؤوليته عن ذلك الجرائم، وطلب من الدائره التنفيذيه اصدار مذكرات توقيف. وطبعا يعني الدائره التنفيذيه صحت الصلاحيه باصدار توقيف او عدم. هذا بالنسبه لموضوع القضايا اليوم، القضايا الراهنه سواء كان الملف السوري او الملف الفلسطيني. طبعا مع التوضيح بان ملاحقه الرئيس الروسي
رغم انه روسيا منسحبه من ميثاق روما الاساسي للمحكمه، كان بسبب اول اجراء قامت فيه الولايات المتحده الامريكيه لما طلبت من مجلس الامن ادانه العمليات العسكريه الروسيه في اوكرانيا. كانت فقط تود الحصول على تمرير مصطلح واحد، وهو انه ادانه الغزو الروسي، غزو الروسي للأرض الأوكرانية. ولما رفض مجلس الأمن أو لم يتوصل مجلس الأمن لهذا الأمر، حالت الموضوع إلى الجمعية العامة تحت بند متحدون من أجل السلام. طبعا المتحدون من أجل السلام هناك سابق قانوني في عام 1950، رقم القرار 377 في عام 1950 يتيح أو ينقل صلاحيات مجلس الأمن في حالة التنازع السلبي الذي يعطل أعماله من قبل الدول التي تملك حق الفيتو، بحال عطل مجلس الأمن. وكان أحد أسباب التعطيل هو أحد الدول الأعضاء الدائمة العضوية، بموجب هذا القرار يتم إحالة صلاحيات مجلس الأمن الخاصة بالصباص السابع تحال إلى الجمعية العامة. كان لها ذلك، حصلت على قرار بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. في هذه الحالة اعتبرت أن ما تقوم به الغزو، طبعا هو مرادف لعملية العدوان، جريمة العدوان، والمصطلح مرادف لجريمة العدوان. والعدوان كما ذكرت هو أحد الجرائم التي تكون باختصاص محكمة الجنائية الدولية، محكمة الجنائية الدولية. مباشرة بعد الحصول على هذا القرار كانت محكمة العدل الدولية مباشرة فتحت تحقيق بجريمة الغزو الروسي على أوكرانيا، وأصدرت أعتقد فتوى بأن ما تقوم به أو العمليات الروسية في أوكرانيا تشكل جريمة العدوان. مباشرة كانت هناك أيضا تحركت محكمة الجنائية الدولية، واعتبرت أن الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم من الأراضي الأوكرانية أسرا إلى الأراضي الروسية جريمة. طبعا أحد الجرائم العدوان وأحد جرائم الحرب هو الإبعاد القسري للأطفال أو الإبعاد القسري للسكان، اعتبرت أن هذه جريمة حرب وأصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين ومساعدته لشؤون الطفولة. فالقضية نحن أمام بالنتيجة هذا بشكل عام وسائل أو هذه المحكمة ترتيبتها تفرق عنها عن المحاكم الأخرى. لكن هذه ملاحظة يعني، طبعا أمريكا لا غير موقعة، الولايات المتحدة الأمريكية غير موقعة وليس طرف في هذه المحكمة. هناك يعني سلسلة للصراع، سلسلة يعني المعارك ما بين المحكمة القانونية، طبعا ما بين المحكمة وبين الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كادت يعني تؤدي إلى انهيار هذه المحكمة. الأمريكان يعترفون بالمحكمة ويمنعون أي تحقيقات تطال، سواء كان العسكريين الأمريكان وجرائمهم في العراق أو في أفغانستان. وطبعا تأزمت العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين الولايات المتحدة بسبب بعض الدعاوى التي أقيمت أمامه على الضباط والقادة العسكريين والعسكريين الأمريكان في العراق وفي أفغانستان، وفتحت تحقيقات بهذا الموضوع لكن أغلقت بعد الضغط. طبعا تعتبر أمريكا أو الولايات المتحدة هي الممول الأكبر لكل عمليات الأمم المتحدة، ومنها محكمة العدل الدولية ومنها محكمة الجنائية الدولية كل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. أمريكا تعتبر هي الممول الأساسي، لذلك هي عصب عمل هذه المؤسسات التي تهدد دائما بسحب التمويل والضغط على شركاء وحلفاء أيضا بسحب التمويل، مما يعرقل عمل هذه
المؤسسات ومنها المحكمة الجنائية الدولية. هذا يعني بشكل مختصر حول يعني موضوعنا اليوم، وإذا في أي أسئلة جاهزة. حياكم الله. حياكم الله استاذ عبد الناصر على ما اجدتم به من هذه المعلومات بهذا الموضوع المتخصص طبعا بمحكمه الجنايات الدوليه. طبعا اذكر الاخوه والاخوات المشتركين معنا، كل من لديه سؤال سواء كان عن طريق الصوت او الكتابه فليتفضل. اخ اسامه تفضل. السلام عليكم. استاذ حمد، يا استاذ حمد انا ما بشوف الاسئله، دخلت نقل لي اياها. تمام تمام استاذ، تمام اخي اسامه تفضل الله يكرمك. السلام عليكم، صوتي مسموع؟ وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لكم دكتور أستاذ عبد الناصر حوشين على هذه المقدمة المحاضرة القيمة. تنويه، بس تنويه، وسؤالي يعني، بس تنويه يا صاحبي، نعم انا لست دكتور ولا املك شهاده دكتوراه، انا نعم محامي مجاز نعم من جامعه حلب. الله حياكم كريم استاذ عبد الناصر، الله كريم. يعني تابعت يعني حضرتك، حياكم شكرا الله. لكم، شكرا، بارك الله فيك. استاذ، حياكم. يعني قرارات المحكمه الجنائيه الدوليه هل هي ملزمه او غير ملزمه؟ ان كانت غير ملزمه فهي الشكليه، وان كانت ملزمه ما هي اليه التنفيذ؟ على سبيل المثال اصدرت حكم ضد نتنياهو، فهي ما هي يعني اليه التنفيذ؟ وهل يسجن في لاهاي ام في بلده؟ شكرا لكم. طبعا كما ذكرت وزارة التوقيف اللي تصدر عن او الاحكام اللي تصدر عن الجنائية الدولية ملزمة لكل الدول الاطراف، ملزمة لكل الدول الاطراف، سواء الدولة اللي وقعت فيها الجريمة. انا بتكلم عن اسرائيل. اسرائيل ملزمة بتنفيذ مذكرة التوقيف وملزمة بتقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية، سواء كان بمذكرة التوقيف سواء اذا كان في حكم. هذا من حيث المبدأ. الأمر الثاني، كما ذكرت هناك في نصوص تحت باب التعاون الدولي، نصوص ميثاق الرقم الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أيضا تلزم الدول الأطراف، وهي تقريبا أعتقد يمكن حوالي 124 أو 25 دولة، تلزم هذه الدول بتنفيذ هذه المذكرة. يعني حاليا مذكرة التوقيف أو مذكرة الحكم هي ملزمة. لذلك موضوع إلزامي، نعم هو نص صريح بالإلزام، وأيضا التعاون الدولي أحد النصوص ملزمين دول الأطراف، وأيضا هناك التزامات أخرى على الدول غير الأطراف تفرض عليها التعاون الدولي. طبعا هذه النصوص واردة في ميثاق الأمم المتحدة وأيضا في الاتفاقيات الدولية الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بموضوع تسليم المجرمين. أستاذنا في سؤال، أين يسجن تفضل. من ثبت عليه الجريمة؟ هل في بلاده أم في لاهاي؟ الأصل أن يسجن في لاهاي بسجن، ويمكن نقل، ويمكن بعد طلب النقل ممكن ينتقل لدولة ثالثة أو دولة الأصلية، ويتم متابعة تفتيت العقوبة طبعا من خلال آليات إنفاذ العقوبة أو التنفيذ التابع للمحكمة. نعم يجوز إذا في حكم، يجوز إما أن يبقى في لاهاي أو في هولندا، وإما أن ينقل إلى دولة ثالثة أو ينقل إلى موطن الأصل. المستشار إبراهيم الحاج تفضل، المجال الصوتي مفتوح عندك، تفضل. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ إبراهيم إذا عم تسمعنا يا ريت تفتح المايك من عندك، أنا أعطيتك مجال للصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سيادة المستشار. الله يعطيك العافية يا أستاذ عبد الناصر، وشكرا لك على المعلومات القيمة صراحة. اللي الدول أو أبناء الشعوب، الدول الموجوعة بحاجة إلها صراحة، ثقافتها تكاد تكون معدومة. نحن كسوريين لليوم، وغالبا الشريحة القانونية خليني أقول حتى الآن ما هي مدركة آليات ملاحقة النظام أمام المحاكم الدولية وطرقها، وهل يجوز أم لا يجوز. ذكرت حضرتك أنه باب المحكمة الجنائية الدولية يطرق بأحد المجالات الأربعة
إما عن طريق مجلس الأمن أو عن طريق الدعاء مباشر إلى المدعي العام أو النائب العام، أو من قبل دولة متضررة، أو من قبل دولة غير قادرة على استكمال التحقيق. هيك فهمت من حضرتك؟ أو ما هي قادرة على إجراء التحقيقات في جرم معين وتكون موقعة. طبعا الكل بالأربع حالات إنه تكون الدولة طرف أو موقعة على اتفاق روما. السؤال، هذه الحالات الأربعة طبعا لا تنطبق على الحالة السورية، ولا يمكن تحريكها لأنه مجلس الأمن معطل، نحن نعرف بالفيتو الروسي مثل ما تفضلت حضرتك. اتفاقية الاتحاد لأجل السلام اللي تطرقت عليها في حديثك عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما لو تقدمت الدولة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحريك أو اجتماع خاص استثنائي بناء على اتحاد لأجل السلام لجرائم ارتكبها النظام السوري، من حيث النتيجة تستطيع، أنا أعتقد إذا رأت الجمعية العامة إحالة الملف فيما يخص جزئية جنائية الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة بشار الأسد وأركان نظامه أو أشخاص أمام محكمة الجنايات الدولية عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا الكلام ما بعرف مدى دقته. اثنين، ذكرت ما بعرف يعني انه امريكا ما هي طرف موقع على اتفاقية روما، هذا الكلام هيك فهمت انا، ولا في شيء اخر ذكرت انه عن امريكا ما هي موقعة؟ والله يعطيك العافية. حياك الله سعادة المستشار الأستاذ الفريق. طبعا في تنويه أنا ذكرته أن الحالة الوحيدة التي لا تشترط أن يكون طبعا اختصاص المحكمة أن تكون دولة عضو ميثاق أساسي اللي هي حال مجلس الأمن. يعني بمعنى آخر، اليوم إذا مجلس الأمن أراد إحالة ملف جرائم الحرب جرائم الإنسانية في سوريا، يمكن ذلك من خلال كما ذكرت، لأن يعني تعتبر الإحالة بهذه الحالة انطلاقا من الاجراءات القسريه التي احق له فرضها بموجب الفصل السابع. بحالي امام المحكمه الجنائيه الدوليه في الواقعه الدولي غير طرف، يمكن لمجلس الامن اعتبار ان هذه الحاله تاتي من خلال اعتبار ان طبعا هناك، انا عندي تاصيل قانوني لهذا الموضوع لانه دقيق، هذا الكلام دقيق. ليش؟ لانه ليش المجلس الامن بحق له الحاله حتى لو كانت دوله؟ لانه في نصوص بتقول لك، نصوص طبعا اللي في بعض القرارات في مجلس الامن تقول ان الجرائم ضد الانسان وجرائم الحرب او جريمه الاباده او جرائم العدوان تعتبر من الجرائم التي تؤدي الى تهديد السلم والامن الدوليين. ممكن نعود إلى هذه النصوص نبحث فيها، نجد أن هذا المصطلح بهذا العنوان يأتي باعتبار أن جرائم الحرب في أي دولة ما أو في أي مكان في العالم حتى لو كانت غير موقعة على اتفاقية الأمم الأساسية تعتبر من أعمال تهديد السلم الدولي. انطلاقا من ذلك، وكون الفصل السابع يمنح المجلس من الأمن صلاحية فرض التدابير القسري في حالة التهديد، تهديد السلم والأمن الدولي كما ذكرت، إذا أن الجرائم اللي ذكرناها هي تهديد السلم الدولي، يمكن لهذا المجلس أن يقوم بحالة هذه الجرائم ورفع هذه الجرائم حتى إذا طبعا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو لم تكن هذه الدولة قرار بالمحكمة. ومن هذا المنطلق هناك نص صريح لميثاق الأمم المتحدة يقول أن مجلس الأمن يقوم بصلاحياته الفصل السابع أو بصلاحياته كاملة، سواء كانت صلاحية مجلس الأمن، يقوم بالنيابة عن الجمعية العامة بتنفيذ
هذه الصلاحية أو بالوكالة، بمعنى أن اختصاص مجلس الأمن ليس اختصاصا أصليا، وهو يعني له في تنفيذ النصوص الواردة سواء كان المادة 41 42 43 الخاصة بموضوع مجلس الأمن. النص الوارد بالميثاق يقول أن مجلس الأمن يقوم بالنيابة عن ذلك، معناتها الاختصاص الأصلي للجمعية العامة وهي صاحبة اختصاص الأم بكل شيء يتعلق بالمنظمات والهيئات التي تتبع الجمعية العامة وتتبع الأمم المتحدة طبعا بصفة الجمعية العامة، سواء كان مجلس الاقتصادي، سواء كان مجلس الأمن، سواء كانت محكمة العدل الدولي، كل هذه المنظمات الأصل الاختصاص فيما يتعلق فيها الجمعية العامة. مجلس الأمن أخذ صلاحيات بالنيابة عن الجمعية العامة. في حال تعطيل أو عدم قيام هذا المجلس بتنفيذ هذه الوكالة على الشكل الأمثل، أعتقد نحن قانوني وأنت مستشار القاضي، إذا أخل الوكيل أو النائب التزامه بتنفيذ الالتزام ما تلزمه به النيابة أو الوكالة، عندها يتم إعادة الحقوق أو إعادة الاختصاص إلى أو الإجراءات لصاحب الإجراءات الأصلية اللي هو الجمعية العاملة. من هنا يمكن كما ذكرت اللجوء إلى القرار 377 لعام 1950 اللي هو متحدون نادي السلام لتفعيل الإجراءات التي منحت لمجلس الأمن نيابة عنها باستعادة هذه الإجراءات والصلاحيات من خلال متحدون نادي السلام، ويمكن لها أن تفرض في حالة ملف حقوق الإنسان وجرائم الحرب في سوريا باعتبار أنها دولة غير طرف، وباعتبار أن كما ذكرت أن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تعتبر تهديد للسلم والأمن الدوليين، يمكنها بموجب هذا القرار في حالة هذا الملف تحت بند تهديد السلم والأمن الدوليين، وبسبب التنازع السلبي بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن خاصة الدول دائمة الأمن. أنا هذا عندي تأصيل هذا الموضوع، أنا أعتقد أن هذا هو المدخل يعني القانوني الذي يمكن الدخول لا إليه أو الدخول من خلاله إلى ملاحق بشار الأسد وزمانيته إذا توفرت الإرادة الدولية حقيقة، سواء كان جمعية عامة أو حتى في مجلس الأمن بملاحقة النظام الموجود. أما بالنسبة لأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية غير موقعة وهي ليست عضو في الميثاق، يعني هذا وبالتالي هي خارج اختصاص خارج نطاق عمل المحكمة. حياكم الله استاذنا، في سؤال من قبل احد الاخوه يقول كيف يتم انتخاب قضاة المحكمه؟ طبعا انتخاب، طبعا في هناك آليات انتخاب المحكمة القضاة، القضاة يوزع أو يختار أو يتم ندب أو اقتراح، طبعا موزع على مناطق جغرافية يعني أفريقيا مثلا إلى كذا صوت أو كذا عضو، أوروبا يعني موزع جغرافيا حسب القارات أو حسب يعني كل منطقة بترشح قاضي أو قاضيين. طبعا أعتقد القضاة من 15 أعتقد أو 18 15 نعم، يتم اختيار تم ترشيحهم من قبل هذه المرجعيات، وبعدها يصير انتخابه ويدخلوا هيئة المحكمة وتتوزع عليهم المهام، ناس بتروح على المدعي العام على دائرة الادعاء العام، ناس بتروح على الدائرة التنفيذية، طبعا الدائرة التنفيذية فيها 3 أشخاص 3 قضاة، المدعي العام أعتقد واحد واحد نعم، وأيضا باقي الدوائر الابتدائية توزع الباقي على محكمة الاستئناف الدولية، لكن يتم ترشيح وفق التوزع الجغرافي الذي حدثته ميثاق المؤسسة.
تفضل استاذ حميد. استاذ عبد الناصر تسمعني؟ صح، انا سمعتك، نعم تفضل. استاذ عبد الناصر تفضل تفضل. سبحان الله، توقف بس توقف البث حتى نرجع للاسئله، الله يكرمك. طيب عن جاهز استاذ، تفضل. في سؤال يقول: ألا يمكن منع روسيا من التصويت في مجلس الأمن الدولي، وخصوصا تعطيل الفيتو كما في الحال السوري باعتباره مشارك في الجرائم ضد الإنسانية والحرب، رغم الاتفاقيات التي وقعت مع النظام، أو مع إيه، مع النظام؟ هذا سؤال مهم جدا، لكن للأسف الشديد هناك تقاعس دولي، وخاصة من الولايات المتحدة والدول العربية، حتى يتم تحييد روسيا عن الملف السوري يجب إعادة التوصيف القانوني للغزو الروسي في سوريا. اليوم ايش بيساووا؟ كلهم مقرين بشرعية النظام. كل هذه الدول، أمريكا، أوروبا، كل الدول الأمم المتحدة تقر بأن النظام هو النظام الشرعي، وما زالت تتعامل معه على أساس أنه شرعي، رغم مظاهر قطيعة أو تفريط التمثيل الدبلوماسي، لكنها لم تنزع عنه الشرعية القانونية التي يعني بالتالي تنزع شرعية أي تصرف يقوم بهذا النظام، سواء كان على مستوى الاتفاقيات الدولية الثنائية، وسواء كان على الاتفاقيات الاقتصادية، سواء على الاتفاقيات العسكرية. النظام وروسيا وإيران يتبجحون بأن وجود إيران وروسيا كان بطلب من حكومة شرعية. حتى يمكن إدانة الغزو الروسي والإيراني يجب العمل على إقناع الأمم المتحدة وأعضاء الأمم المتحدة بأن ما قام به النظام السوري هو تصرف غير قانوني وغير شرعي، لأن الدستور السوري والقوانين السورية تعتبر أن بشار الأسد بسبب كل الجرائم التي قامها، بسبب استخدام الميليشيات الطائفية الأجنبية وإنشاء ميليشيات طائفية في الداخل وحربه على الشعب السوري، تعتبر جريمة خيانة عظمى بموجب القانون الدستوري. لا هو حافظ على وحدة الشعب السوري، ولا هو يحافظ على وحدة الأرض السورية، بالعكس هو استجلب كل القوى الخارجية لقتال الشعب السوري. وذلك يؤكده أن كل ما ادعاه باستخدام الروس واستخدام الإيرانيين والميليشيات الإيرانية وحزب الله وغيرها لقتال او لدفع العدوان الخارجي المترتب للامريكان. اليوم عم نشوف هو والامريكان ما في بيناتهم خطوط تماس، يعني ما في بيناتهم سواتر على خطوط التماس، سواء كان بالتنف سواء كان في شرق الاوسط. عمليا اليوم حتى يمكن ادانه روسيا يجب على الامم المتحده ان تنزع شرعيتها للنظام. لذلك اليوم من هذا الباب اجم، وأكون صادقا إن شاء الله، بأن الأمم المتحدة شريكي في كل الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد والروس والإيرانيين بحق الشعب السوري، لأنها منعتنا من نزع شرعية هذا النظام رغم محاولات كثيرة، سواء كان بتولي المعارضة مثلا لأخذ مكان سوريا أو مقعد سوريا في الجامعة العربية، التي كان من المفترض أن يتطور إلى أخذ أو استعادة مكان سوريا أو يعني وجود السوري، سواء كان منظمات دولية، سواء كان في الأمم المتحدة أو حتى بمنظمات تابعة. لكن للأسف الشديد تحول الموقف الدولي ما بعد أيلول، أو عفوا نعم أيلول 2013 بعد ضربة الكيماوي أو مسألة الكيماوي في الغوطة، تحول الموقف الدولي
360 درجه الى صالح النظام، لان النظام او لانه كان هناك صفقه ما بين الروس والامريكان والاوروبيين على الابقاء على بشار الاسد النظامي مقابل تسليم الكيماوي، وبدات التحولات الجوهريه من حيال الملف السوري على حساب الشعب السوري وعلى حساب دمائه واعراضه. وانتهت هذه التحولات بفرض مدخل وحيد للحل اللي هو ما يسموه القرار 2254، الذي يبقي على هذا النظام ويعتبر النظام هو البوابه الشرعيه للمشاركه او البوابه الشرعيه للانتقال الى اي يعني لحل الازمه، باعتبار ان كلمه العداله هيئه الحكم الانتقالي التي كانت تتردد سواء كان في بيان جنيف واحد، سواء كان بالقرار 2118 لعام 2013، كلها تم نسخها بقرار 2254، حيث استبدلت هيئه الحكم الانتقالي بهيئه حكم دائم مصداقيه غير طائفي. يعني ان الحكم الحالي هو البوابه الشرعيه للانتقال بسوريا، وهو الحل الوحيد من خلال مشاركه المعارضه بهيئه الحكم غير الطائفي القائمه. بالتالي اما امام المعارضه اما المشاركه في الحكم او تقاسم السلطه او محاصصه الطائف. هذا هو للاسف الشديد الموقف الدولي الذي جعل من روسيا طرفا شرعيا في قتل السوري، وجعل ايضا العدو الايراني الغازي جعل العدو الغازي الايراني ايضا شريكا شرعيا للنظام في قتله، لان اعتراف بشرعيه النظام من قبل الامم المتحده معناته اقرار بشرعيه الغزو الروسي والايراني في السوري. هذا يعني ليس بمقدورنا احنا كسوريين غير اليوم، لانه يحتاج الاداره الدوليه على الاقل تجميد عضويه النظام الامم المتحده. وهناك كثير من الاسباب التي يمكن للجمعيه العامه اللجوء اليها لتجميد عضويتها. حياكم الله استاذ عبد الناصر. طبعا هناك الكثير من الاسئله، ولكن الوقت يعني داهمنا مثل ما بيقولوا، فلن نستطيع. أعطيهم مجال الأخ بدي يسأل، ما نحرم من شيء. تمام استاذنا. الاخوه المشتركين اللي بيحب يسال استاذ عبد الناصر فليتفضل، المجال الصوتي مفتوح للجميع. استاذنا في سؤال يقول: هل تتفقون مع التشخيص الذي يعتبر إنفاذ العدالة غير متاح حاليا في ظل هيمنة فيتو القوى العظمى على مجلس الأمن الدولي، وبالتالي لا أمل إلا بإعادة النظر بإصلاح جذري لمجلس الأمن؟ طبعا انا يعني عندي هذا القناعه، لانه للاسف الشديد اليوم نشوف التصريحات الاسرائيليه سواء داخل الكيان او ممثلين الكيان في الامم المتحده والمنظمات الدوليه، كلهم اجمعوا، حتى امريكا بطريقه ما اجمعوا ان الامم المتحده، ميثاق الامم المتحده، اتفاقيات منع الاباده، الاتفاقيات الاخرى، المحكمه الجنائيه الدوليه، محكمه العدل الدولي، كلها يقولون عنها انها خلقت ووجدت لحمايه اسرائيل وحمايه الولايات المتحده الامريكيه. حقيقه اليوم هذا الكلام او هذه الوقائع او هذا الصراع اليوم ما بين العداله الدوليه والصراع حول قانون القوه والسيطره التي تقوم به اسرائيل وحلفاء الامريكان والاوروبيين يستخدمون قانون السيطرة في مواجهة قوة القانون الدولي. اليوم هذا هو الصراع ما بين القانون الدولي وقانون السيطرة الأمريكي. أعتقد وخلال ما نشهد من هذه التحولات اليوم موضوع تداعي الدول لنصر للانضمام والتدخل إلى جانب قضية أو الدعوة التي تفعلها جنوب أفريقيا، هذا تحول كبير في مسار العداله الدوليه، ويعني ان هناك اصطفاف دولي واسع ضد السياسه الامريكيه وتعاملها مع القانون وزواجية تعاملها مع القانون الدولي. هذا الصراع وهذا التمترس في حال وصل لذلك مسدود اكيد سيؤدي حتما الى ضروره اعاده
إنتاج نظام قانوني جديد، وأيضا إلى إنتاج يعني نظام عالمي جديد، له أدبيات جديدة، له وثيقة جديدة، بالطبع لن تكون مثل ما كانت في هذه الفترة أو ما قبل. هناك سؤال آخر يقول: كيف يمكن تفعيل توصيات أو قرارات المحاكم الدولية في ظل الإنجاز أو الانحياز الأعمى لبعض القوى الكبرى وعدم امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها تصنف دولة مارقة حسب القانون الدولي؟ مثل ما ذكرت يعني هناك نصوص منزلي، يعني القانون يعني واضح، مذكر التوقيف ما ان تخرج او قرار الحكم ما ان يخرج من المحكمه يصبح سيفا مسلطا على هؤلاء المجرمين، سواء قبلت امريكا او لم تقبل، هناك قرار قضائي قانوني يعني صدر عن محكمه مختصه، امريكا لا يمكن لها ان تعطل هذا القرار مباشره، يعني بمعنى اخر ما تمنع عنه اليوم على دولي مثلا على فرنسا، ان اذا تواجد احد المطلوبين او المحكومين لصالح محكمه الجنائيه الدوليه على ارضها، لا يمكنها ان اليوم تعطل عمليات القبض او تنفيذ الحكم او تنفيذ الحكم، لديها قوه النفوذ فقط. وايضا مثل ما ذكرت اليوم حتى في كثير من الدول اللي نحكي عنها اليوم سياسيا منحازه الى اسرائيل، لكن هناك انظمه قضائيه او قانونيه يشهد لها انها يعني عندها مستوى من احترام القانون الدولي واحترام المبادئ العامه للعداله الدوليه تؤهلها لان تقوم بتنفيذ هذه الاحكام وان تقوم ايضا بتنفيذ مذكرات التوقيف. يعني حتى لا تكون الصوره سوداويه، اليوم رغم من المواقف السياسيه المعلنه الانحياز الكامل سياسيا وعسكريا الى جانب النظام، عفوا يزيد الكيان الصهيوني او حتى النظام السوري، اليوم هناك قانون، هناك قضاء وطني في هذه الدول، اعتقد له هامش من الاستقلاليه انه يكون يعني الى جانب العداله ويعول عمليه تنفيذ مذكرات التوقيف او حتى في تنفيذ الاحكام السريه. أستاذنا الحبيب، سؤال آخر: الكل يعلم بأن محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو لاشتباهه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما تنظر محكمة العدل الدولية في قضايا مرفوعة ضد إسرائيل في حربها على غزة، فما مدى شرعية هذه القرارات؟ هذا السؤال الأول. ومن المسؤول مباشر عن نفاذ قرارات المحكمتين؟ بداية حتى نكون ما اسمها هي محكمة جنائية، اسمها المحكمة الجنائية الدولية، هذا متعود عليه. ثانيا الشرعية، طبعا كما ذكر يعني شرعية وجود المحكمة الجنائية الدولية تأتي من خلال اتفاقية نظام الاتفاقية الجماعية اللي هي ميثاق روما الأساسي، الذي يعتبر تعتبر اتفاقية دولية، كل الدول الأطراف التي وقعت أو انضمت للمحكمة تعتبر ملزمة بتنفيذ وتطبيق هذا النظام وكل الإلزامات القانونية الموجودة فيه، من هنا تأتي شرعية وجود المحكمة الجنائية الدولية. أيضا هناك نفس الميثاق نص صريح على أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة ذات شخصية قانونية دولية، تفرض على أعضاء الأمم المتحدة سواء دول الأطراف في ميثاق روما الأساسي للمحكمة أو الأعضاء في ميثاق الأمم المتحدة، تفرض عليها احترام المركز القانوني لهذه المحكمة باعتبارها أنها محكمة جنائية دولية دائمة. هذا الكلام يعني له مدلول اخر، هو انه لم يكون بعد المحكمه الجنائيه الدوليه هناك اي نوع من انواع المحاكم الدوليه الخاصه على غرار المحكمه الجنائيه الخاصه بيوغوسلافيا، ولا محكمه جنائيه، اعتقد كمان ايضا لم تكن هناك محكمه جنائيه دوليه مشترطه على غرار محكمه الحريري، ولا ايضا على موضوع المحكمه الخاصه بالاقاليم تحت الوصايه، لان لم يعد هناك أقاليم تحت الوصاية بعد الانتهاء أو استقلال هذه الأقاليم. عمليا هذه المحكمة أصبحت لها مركز قانوني دولي
شرعيتها تاتي من اتفاقيه روما الاساسي، وايضا تاتي شرعيتها من انها اعتبرت ذات مركز قانوني له علاقه تربطه طبعا العلاقه ما بين المحكمه الجنائيه الدوليه والامم المتحده في مذكرات تفاهم او اتفاقيه بين المحكمه تفرض على الدول الاعضاء في الجمعيه العامه احترام هذه المحكمه. اما محكمه العدل الدوليه طبعا بالتنويه، حتى الان لم تصدر مذكرات التوقيف بحق نتنياهو من المحكمه، انما ما جرى هو فقط قيام المدعي العام بطلب اصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع والاخرين من قبل طبعا لحاله الطلب الى الدائره التمهيديه هي صاحبه الصلاحيه باصدار هذه المذكره، وحتى الان لم تصدر هذه المذكره. اما محكمه العدل الدوليه شرعيتها ايضا تاتي بانها المرجع القضائي الاعلى الذي يتبع والوحيد الذي يتبع لهيئه الامم المتحده. يعني محكمه العدل الدوليه هي احد اجهزه او جهاز القضاء الوحيد للامم المتحده. طبعا في اتفاقيه موجوده في شرعيته تاتي من هذا المركز القانوني، وايضا هناك اعتقد الماده 94 من ميثاق روما الاساسي، عفوا من ميثاق الامم المتحده، تنص على ان كل عضو في الامم المتحده عليه ان ينزل الى قرارات محكمه العدل الدوليه، يعني بمعنى اخر عليه الالتزام والالتزام المطلق بقرارات محكمه العدل الدوليه. ومن هنا تاتي الصيغه الالزاميه لكل اعضاء الامم المتحده بقرارات محكمه العدل الدوليه. هاي المهم تجي شرعيه محكمه العدل الدوليه من خلال كونها الجهاز القضائي التابع للامم المتحده، تنظم احكام ولائحه خاصه، وايضا هناك نص في ميثاق الامم المتحده نصوص متعلقه بمهام محكمه العدل الدوليه، وايضا نص صريح بالزام وجوب يعني انصياع الدول الاعضاء بالامم المتحده بقرارات محكمه العدل الدولي. هذه مصادر الشرعيه للمحكمه العدل الدولي ولا محكمه المحكمه الجنائيه الدوليه. حياك طبعا الله تنفيذ استاذنا. طبعا لحظه بس في شغله، موضوع تفضل تفضل استاذ. تنفيذ احكام محكمه العدل الدولي حصرا نفذ على الشكل الثاني، يعني في حال سواء كانت التدابير يعني القرارات الاوليه اللي هي المستعجله، التدابير تاخذ تدابير مستعجله، او سواء الاحكام النهائيه. بهذه الحاله مجرد صدور قرار التدابير المؤقت او صدور احكام من قبل محكمه العدل الدوليه تبلغ الى الامين العام للامم المتحده فورا والى مجلس الامن، وعلى النص صريح على ان على الامين العام للامم المتحده في حاله قرار الحكم سواء كان التدابير المؤقته او قرار الحكم الى مجلس الامن اتخاذ الاجراءات المناسبه لتنفيذ هذا القرار وفق الصلاحيات الممنوحه له بموجب الاتفاق. تفضل. استاذنا اخر سؤال، في رايك استاذ عبد الناصر، طبعا الاخ هيك بيعت، ما هو سبب عجز المجتمع الدولي عن ممارسه اي دور ايجابي لايقاف الحرب في السودان؟ للأسف الشديد مناطق الصراع بالعالم كله هناك شيء، يعني في شيء اسمه أو يدار العالم هذا بقواعد اسمها لعبة الأمم. لعبة الأمم تقوم على افتراض التالي، أن الدول العظمى أو الدول الأعضاء الدائمين عضوية في الأمم المتحدة، عفوا مجلس الأمن، يعني روسيا والصين وانجلترا وفرنسا والولايات المتحدة. هذه الدول هي مصدر كل النزاعات،
في العالم، وهي يعني وهي السبيل او هي يعني الاطراف الوحيده التي تقوم باداره هذه الصراعات، وهي الاطراف الحصريه في حرب الميزان. بالتالي انه هذه النزاعات، طبعا هناك كتاب اسمه كتاب عبد الرحمن، تقوم على انه هذه اللعبه، ان هذه الصراعات هي ضروره ضروره تلجا اليها هذه الدول وإثارتها وإثارة الحروب في هذه المناطق، كي لا يتم الصدام المباشر بين هذه الدول التي تتمتع أو تملك القوى، القوة النووية، اللي في حال التي أصبح الصراع أو الحرب مباشرة بينهما يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، تؤدي استخدام السلاح، الأسلحة المحرمة، ومنها استخدام السلاح النووي. فبالتالي يجب إشغال هذه الدول عن طريق إثارة هذه الصراعات في مناطق متعددة من العالم. وهذا ما يتجلى من خلال حطينا خريطة قدامنا وشفنا توزع الصراعات. شفنا كان هناك صراعات في منطقة آسيا الوسطى، اللي هي ما بين الصين وبين طبعا الاسيا الوسطى لافغانستان، وايضا يمكن اعتقد في اماكن اخرى ايضا كانت. اليوم الصراع بالعراق، كان الحرب على العراق، وايضا اليوم في سوريا. كل هذه المنطقه هي الحد الفاصل ما بين اوروبا او الغرب وبين الصين. لما سحبت امريكا وانهت حربها في العراق وانهت حربها في أفغانستان، مباشرة انتقلت الحرب إلى أوكرانيا، وصارت مشكلة أوكرانيا الغزو الروسي على أوكرانيا. أيضا بعد ما استقر السودان أعيد الصراع في السودان، كان أيضا تحول الصراع في أو تحول الثورة الليبية إلى صراع إقليمي، تحول الصراع في سوريا إلى صراع إقليمي، تحول الصراع في لبنان ايضا صراع اقليمي. اليوم عم نشوف طوفان الاقصى والصراع ايضا صار كل العالم في جانب، والفلسطينيين واخوتنا الفلسطينيين في جانب اخر في مواجهه هذا العالم. ايضا الصراع في اليمن، كل هذه الصراعات هي تاتي من افق مقاربه لعبه الامم. وراء هذه الصراعات او اثاره هذه الصراعات هي الدول الخمس الكبرى، وهي من تدير هذه النزاعات والصراعات، وهي الأطراف الوحيدة بينها. ما يجري في السودان مرهون بتفاهمات ما بين هذه الدول ذات المصلحة وتقاسم النفوذ في مناطق الصراع، سواء كان في السودان، سواء كان في أفريقيا الجنوبية، سواء اليوم في ليبيا، سواء في سوريا، سواء في أوكرانيا، أو في أي مكان من أماكن الصراع في العالم، مرهون التفاهمات ما بين هذه الدول وتقاسم. حياكم الله استاذ عبد الناصر. طبعا في الختام لا يسعنا الا ان نشكر الاستاذ عبد الناصر حوشان على مشاركته ومساعيه الحثيثه في نشر العلوم القانونيه، قانون دولي لحقوق الانسان، القانون الدولي الانساني، كما نشكر جميع الاخوه المشتركين والمشتركات لحسن انصغائهم. في الختام استودعكم الله الى لقاء اخر، دمتم برعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله، شكرا لكم، اعذرونا إذا قصرنا أو أطلبنا، حياكم الله. حياكم الله أستاذ الحبيب، السلام عليكم.